سباق مع الزمن، دخلته القوى السياسية العراقية استعداداً للانتخابات المحلية التي تجري نهاية العام الجاري للمرة الأولى منذ 10 سنوات. لكن التساؤل الأكبر في الأوساط السياسية يدور حول حجم المشاركة المتوقعة للتيار الصدري فيها، وهو صاحب الثقل الجماهيري الواسع. يعني بالحقيقة موضوع اشتراك التيار الصدري بثقله وحجمه ووزنه في الساحة السياسية العراقية أو في المجتمع العراقي، أنا أعتقد سيكون هو الفيصل الحاسم بالنسبة إلى نتائج أو الصورة التي ستظهر عليها نتائج الانتخابات القادمة. وبالتالي هذا الحضور أو هذا الاشتراك أكيد سيغير توازن أو ميزان القوى المسيطرة على المشهد السياسي العراقي في الوقت الحالي، وبالتالي قد يرسم لنا صورة أخرى، صورة الانتخابات التشريعية القادمة. تسريبات سياسية تحدثت عن استعدادات غير معلنة تجريها الماكينة الانتخابية الصدرية لخوض الانتخابات المحلية عبر تقسيم البلاد لثلاث دوائر انتخابية، تقود كل دائرة شخصية سياسية لها اعتبار عشائري من دون الإشارة بشكل واضح لمشاركة التيار كالإعلان عن شعار أو قائمة أو تحالف. لكن القاعدة الجماهيرية تعلم بطبيعة الحال أن تلك الشخصيات مقربة من التيار، ورغم ذلك يرى متابعون أن كل من التيار أو الإطار لم يعد لديهما مشروع ناجح للمرحلة المقبلة. أعتقد أنه البرنامج الحكومي الرئيسي لإصلاح الاقتصاد العراقي، خصوصا أنه البرنامج الحكومي يتعلق بجنبته الرئيسية في إصلاح الاقتصاد العراقي الريعي، لا أعتقد أن التيار الصدري أو قوى الإطار قادرة على أن يخرجوا بمشروع وبرنامج سياسي إصلاحي ناجح، كون أن هذه الحكومات قد تخلت عن هذا المشروع سواء تيار صدري أو إطاري من خلال واقع الحال. وسواء كانت مشاركة الصدريين بشكل معلن أم غير معلن، فإن المشاركة بحد ذاتها يتوقع أن ترسم ملامح خارطة انتخابية جديدة للمجلس التشريعي المقبل. ينظر لنتائج الانتخابات المحلية المقبلة على أنها صورة مصغرة لنتائج الانتخابات التشريعية، ومشاركة التيار الصدري ستحدد الكثير من ملامح الخارطة السياسية المقبلة في العراق. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد.